اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. على جديد النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا بناء على رغبه حضراتكم بتتابعونا من خلال الاتصال، الحواوشي الاسكندراني، كبده اسكندراني، كشري اسكندراني. احنا بنحترم الاكلات اللي بتتنسب للمحافظات، بيبقى لها مذاق ولها طعم خاص جدا وبتتعمل بتكنيك عالي. الحواوشي الاسكندراني ايه الفرق بينه واي حواوشي تاني؟ ده بتتعمل له عجينه وتتعمل بمقاديرها وتتخمر ومعاها لحمه مفرومه ولها تكنيك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. وبهديها طبعا لكل اللي بتواصلوا معانا. معانا مكرونه النهارده بالخضار، تشكيله من الخضار ات ودرج التلاجه بقى، في كوسه، في بتنجان، في طماطم، في فلفل، معاكي مكرونه بينا، ونشوف ازاي الشيف المغازي هيعمل مكرونه بالخضار احلى بكتير من اي نوع مكرونه تاني لانها فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. معانا بقى للاطفال الحلوين والرياضيين وكل الناس اللي بتحب ان هي تحب تاكل حاجه بره، فليه ما ناخدش الحاجه دي ناكلها بره تبقى لطيفه لو احنا بنروح نادي بنقضي اجازه لطيفه. المافن بالموز والمكسرات، موز للرياضيين قيمته الغذائيه عاليه جدا، بوتاسيوم، اللوز ومكسرات بندق عين جمل الفول سوداني، ونشوف نعمل المافن ازاي بالموز واللوز، حاجه لطيفه وجميله ويقعد عندك اسبوع من وقت للتاني. ولادنا ياخدوه مع العصير او مع الشاي، او جوزك قبل ما يروح على الشغل ياخد وحدايه كده مع فنجان القهوه. مش عايز اطول على حضراتكم لان في شغل كتير في الحلقه بجد وعايزه مجهود، فادعوا لي ربنا يوفقنا ان شاء الله ونعمل لكم حلقه كويسه ونشوف ايه حكايه وقصه الحواوشي الاسكندراني لما بروح اسكندريه. كبد اسكندراني، حواوشي اسكندراني، كشر اسكندراني. تحيه كبيره للاسكندرانيه، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تعالوا نعمل الحواوشي الاسكندراني. في عندك الخباز، المقادير على الشاشه. عجلنا العجينه بشويه زيت صغيرين، ومعانا بصل ومعانا توم وفلفل حار والبهارات اللي قلبك بيحبها. انت بقى بتحب الحبان حط حبان، تحط شطه، فلفل حار، يبقى لطيف وجميل. حلو، خمرت وزي الفل ما شاء الله. كده كده الجو حر ما بتاخدش وقت في التخمير، بس انا اقول لك على سر يخلي لك العجينه دي تخمر بسرعه. لما تيجي تدوبي الخميره حط عليها شويه سكر وميه دافيه تتخمر معاكي بسرعه. دي خطوة أولى. الخطوة الثانية، وجود السكر مع الخميرة بيساعد على تفاعلها بسرعة. شوية دقيق صغيرين كده، ونشوف العجينة بتاعتنا الحلوة دي كده أهي. طبعا احنا عجناها من بدري عشان نكسب وقت ونشوفها مع حضراتكم. اللهم صل على النبي، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ العجينه تتاكل وهي لسه ما اتخبزتش. نبدا نقطعها بقى ونقسطها. دي لغه الناس اللي هي البكري او الخبازين يعني. الشكل ده كده. حلو. هنعمل كام رغيف حواوشي تقريبا؟ نعمل لنا 20 30؟ ناكل العيله والجيران والحبايب والقرايب، ما عندناش مشكله، احنا كرمة وانتوا بتستاهلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، واحد صغير. حلو قوي ما شاء الله، ايه الكرم ده؟ ناخد العجينه زي ما هي كده ونحضرها كده ونخليها على جنب كده. ده رغيف كبير، تقدر تصغريه ميني حواوشي يبقى لطيف وحلو. عايزه توفر على نفسك هتجيب عجينه من الفرن اللي جنبك اللي على الناصيه وتاخديها تقطعيها على قد كل رغيف، مش عايزه لا ده ولا ده. بتجيب العيش الشامي وتبداي تحشي لحمه مفرومه بعد ما تخفيها في الخلاط دلوقتي ونتبلها اهو. بنفرد العجينه دي ونحط جواها اللحم وبنفرتها مع بعض
هنشوف مع بعض ازاي دلوقتي. انا بصراحه بحب الحواوشي الاسكندراني، تبقى العجينه فيها كده ايه الدهن بتاع اللحمه، وهديك دلوقتي تركايه حلوه تاكلي العجينه بتاعه الحواوشي وتسيبي الحواوشي ازاي تغذي العجينه بتاعه الحواوشي. حلوه قوي زي الفل. خلي الدقيق كده عليهم ونخليهم على جنب، دي المرحله الاولى. نخش على اللحمه بتاعتنا واحنا شغالين كده، نجيب الخلاط ونحط اللحمه المفرومه، الفلفل الحار، وانا بحب الفلفل الحار الفريش احسن من الشطه، بلاها شطه خليكي في الحاجات الطازه دي كده، حته اللحمه تكون فيها نسبه دهون حلوه كده. حلو، نحط عليها بصل ناعم، نحط عليها توم، الله توم كتير، نحط عليها شوية بقدونس، شوية الملح. شوفي بقى التركية الحلوة دي كده بقى، معلقتين سمنة بلدي يا راجل. اسمعي كلامي بس، في قلب العجينة. ليه السمنة البلدي يا شيف؟ السمنة البلدي بقى تخلي لك اللقمة اللي احنا عجناها دي فيها طعم رهيب جدا. وناخد كل ده عم الشيف في قلب الخلاط. بابريكا، شوية كركم على كاري، كمون، كزبرة، كل ده في اللحمة. طعم هنا مش طعم الكفتة خالص. فلفل اسود، واشتغل يا عم الخلاط. صوت مزعج معلش، شفت تستاهل والله. حته اللحمه اتفرمت فيها بقى كل الايه الخبره الطهويه. قدامك على عينك يا تاجر. سبايسي هتلاقيها سبايسي، طعم هتلاقي الطعم. ده داني ولا كندوز؟ ده كندوز. الله، فيها التوم، فيها البصل، فيها البهارات. الله عليك يا عم الشيف، السمنه البلدي جواها. ليه حطيت سمنه بلدي؟ سؤال وجيه، عايز تعرف يعني. تدفع كام؟ السمنه البلدي مع اللحمه المفرومه بتاعه الحواوشي وخلطها في الخلاط لتغذيه الخبزه اللي هو العيش، زي الفطير المشلتت كده لما بنغرقه سمنه بلدي. الواحد يبقى ياكل وياكل صوابعه وراه. نفس القصة. كله اتخلط مع بعض، كل ده زي الفل. هنعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ خلي بالك الاكسسوارات بتاعت المطبخ دي مش انك فرحت انك عملت حتة لحمة، لا، تشيل السكينة على جنب،
عشان لما تستخدميها بعد كده والحاجات اللطيفه دي، علشان ده مهم جدا. نخلي الحشوه دي على جنب ونشيل كل حاجه من هنا ونبدا نعمل حواوشي مع بعض. الصينيه في الفرن بتسخن، اللي هنغبس فيها ده يتعمل على عين البوتاجاز يا شيف، ممكن يتعمل على عين البوتاجاز عادي، ممكن يتعمل النشابه، بنفرد كده نص فرده يعني مش فرده كامل وناخد اللحمه المفرومه دي كده في قلب اللقمه دي كده ونلفها تاني كده ونخليها على جنب شوية. تاني ايدينا كده ناخد اللحمة المفرومة دي كده على قد اللقمة ونقفلها كده ونخليها على جنب شوية. عملية التخمير تتم بقى. اوعى تغلطي تحط واحد. حاضر. اوعى تغلطي وتحط واحدة على الفاضي. دي كده في قلبيها. دي لقمة صغيرة. ده الميني الحواوش الصغير. طيب حاضر. واحدة. ماشي. هنفرتها كده بالنشابة. كده. وناخد اللحمة المفرومة أو الحشوة بتاعتي أهو بالشكل ده كده أهي، وهفردها على أخليها كده أهي في الأرض. بجيب الطرفين دول كده بشدهم وأنا بفرد أهو كده كده وأكومها كده أهو بإيديا وأعمل كده وأقلبها كده أهي واحدة واحدة. دول جمال مش عايز ألخبط بس بين دول ودول. تاني أهو. عملية التخمير تمر كمان تقريبا 10 دقايق. جو حر كده كده هتطلع معانا بسرعة. واحدة أخيرة اهيت على ايدي اهي اهي اهي. زي الفل. دي فيها ولا انا؟ طب الحمد لله. كنت فاكر فيها والله. انت تاخد حتة صغيرة. والعيال اكلت وزي الفل. وان انا اضيف سمنه بلدي في قلب اللحمه المفرومه دي تركايه المغازي. دي فيها فيها والله مش انا بقول لكم الخبط بين دول ودول. باقي معايا ثلاثه زي الفل. عينيا سيبوني بقى اعيش مع الرغيف الحواوشي كده، احشي كل الكميه دي عشان في طلب عليه كتير وعايزين نخبزه في الفرن بطريقه كويسه. وعلى فكره نقدر ان احنا اعلمك ازاي تخبزيه في الطاسه على عين البوتاجاز، بس دي بتاخد وقت شويه. بس هنعمل برضو واحده واحنا واقفين نشتغل مع بعض كده. خلونا اخد بعض واطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد، تابعوني مع الرغيف الحواوشي الاسكندراني الجميل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. حفلة حواوش النهارده يا ست الكل. خليكي كريمة كده، عندك الجيران، جارتك بتشتغل مش فاضية، عندها وقتها، عندها ولادها. هنخبط الباب، رغيف حواوشي في قلب الطبق متقطع لأربع أجزاء بالشكل ده كده. العجينة لما بنحط فيها اللحم ونخمرها الصينية دي تاخد واحد كمان زي الفل كده تمام. شيل دولت بقى عشان عندنا مكرونة عايزين نعملها مع بعض ونوسع الدنيا. طبعا بتفرد العجينة زي ما انا فريتها كده دلوقت، جزء منها على العين البوتاجاز هندخلها الفرن دلوقت. بس خلونا نطلع المافن من الفرن عشان الاتنين مش هيتفقوا مع بعض، ونبدأ ان احنا نسيب الحواوشي يستوي في الفرن
ممكن نسوي على عين البوتاجاز شويه مفيش مشكله. ومهم جدا هنا درجه حراره الفرن تبقى ثابته 180 يا عم الشيف علشان العجينه تطلع معايا زي الفل. ده مهم جدا. وانا مهم جدا ان انا عايز ايه اروق الدنيا كده اهو وانا شغال واعلمك ازاي وانت في المطبخ تبقي رايقه وفايقه عينيا. بس خلينا اروق لك الدنيا عشان انت بتحب الايه الروقان. ايه الجمال ده اهو. ده على عين البوتاجاز اه استوي كده واحنا واقفين مع بعض. حلو تمام. اخبار الحواوشي نبص عليه اه لسه اه واحنا واقفين على عين البوتاجاز ده لسه اه هنخليها على النار كده يا برنس اه بيستوي البوتاجاز مساعدنا زي الفل. تمام تعالوا نعمل الخضار بتاعنا. طاسه على النار تشكيله من الخضار. ايه الخضار عندك؟ كوسه وبتنجان وبصل وفلفل وطماطم. كل دول في المكونات بتاعه المكرونه. نعم عينيا حاضر. عايز تشوف واحده مافن مستويه ولا مش مستويه؟ مش انا بقول لك لازم تنكشني عينيا وانا عيني على الحواوشي. اه بيستوي قدام عينيا اه. العجينه بتاخد وقتها زي الفل اه. حلو على نار هاديه لان هنا العجينه مش رغيف عيش مستوي. العجينه بتستوي على عين البوتاجاز. تفاصيلها قدام حضراتكم يعني. نقلب دول كده مع بعض. شفنا الحواوشي الاسكندراني بياخد غلبه ازاي بياخد شغل ازاي. ده الخضار بتاع المكرونه ونكمل حكايتنا مع الحواوشي اللي في الفرن. الاخبار ايه؟ بتبص على الحواوشي اللي في الفرن ايه رايك؟ خليك تبص على حاجه حلوه كده واحنا مع بعض اهو 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 اهو. شفت شفت الحلاوه دي؟ شفت الجمال؟ حاضر عيني اهو اهو اهو. ده اللي في الفرن سريع طبعا اهو اهو. ادخل ده كده ونشوف اللي على عين البوتاجاز. انا هاكل من اللي على عين البوتاجاز على فكره اهو. شفت ده كده اللقمه اتقرمشت اهي اهي. سيبه كده براحته. واللحمه من جوه هتلاقيها واخده طعم اللقمه. تعالوا نغرف مع بعض المافن سريعا كده. مخرجنا عايز يشوف واحده مافن. الله. الاولاد اللي مش بيحبوا ياكلوا الموز هناكل الموز من النهارده. اه بطلع الحواوشي بتاعنا من الفرن. ايه الاخبار؟ يلا بينا يا حلاوه. اللهم صل على النبي. نعم حاضر يا غالي عايزنك صلي واحده المخرج. طب خليه ما استواش نعمل ايه؟ عيط. حاضر 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 يا محترم. اه السكينه والساتور فين؟ طبق التقديم. مخرجنا بيحطني في مواقف صعبة. بيحبكم. مهم جدا. ده كده. عايز تشوف هنا بص على الحلاوة، بص على الجمال، بص على الجمال اه. اه. الله. ده الحواوشي. شوف الحلاوة. شوف الجمال. حاط اه اه ابص اه. دي كمان حاضر. سامع الصوت ده؟ اللهم صل على النبي. ده الحواوشي بكل تفاصيله. نحطه هنا عينيا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط بقى شويه فلفل كده
احنا دايما نحب الايه الحواوشي، طبق الفول جنبيه فلفل اخضر، حلو الكلام. ممكن نحط بصل او طماطم حسب الرغبه. حاضر هوريك دلوقتي اللي على عين البوتاجاز، لا تقلق. ممكن تعملي معاها سلطه خضراء تبقى لطيفه وحلوه، بطاطا مقليه الاولاد يحبوا معاها مفيش مشكله. البوتاجاز شغال اهو، شغلتهولك يا غالي حبيبي. اه بص على الحلاوه اهو. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. بنعمل الاكل من قلبه ومحافظته. الحواوشي الاسكندراني دي تفاصيله. حبايبي الاسكندرانيه اللي بيحبوني وجماهيري، انا عملته بالطريقه دي، انتوا ممكن تعملوه احسن مني على فكره. عملنا المافن بالموز عشان الاولاد اللي مش بيحبوا موز، عملنا طبق مكرونه طلياني بالخضار اسمها ارابياتا باستا. حلو. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.